في هذه الأيام انقلبت الشمس في حركتها من الجنوب إلى الشمال، وسنعيش خلال هذا الأسبوع أطول ليالي وأقصر نهر في السنة على الإطلاق، وفي نقطة الانقلاب ينفتح علينا من الشتاء باب، ويتزامن ذلك مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمى بشولة. والعام يقولون إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ البولة واشتدت على العائل العولة. وفي نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل، ويستمر في الأخذ لمدة 3 شهور تقريباً، وحين ذاك يتساوى فيه طول الليل مع النهار في شهر مارس المسمى بأباذار. إذا طلع أباذار تساوى الليل مع النهار، وطول ساعات الليل على بلدان الخليج خلال هذه الأيام تتجاوز 13 ساعة تقريباً، والشمس غايبة على القطب الشمالي ل3 شهور، ولن تشرق إلا بعد 3 شهور، فالليل 6 شهور والنهار 6 شهور، والشمس الآن في ضيافة القطب الجنوبي. لن يرحل الحزن منك ما دمت تحسن ضيافته.